السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو جديد اليوم إن شاء الله راح نديرو الدرس الثالث من موديل تاع ليجيان اوسبيتاليير. عنوان الدرس تاعنا هو ليزانفيكسيون نوزوكوميال. كي نقولو انفيكسيون نوزوكوميال معناها العدوى في المستشفيات. للأسف من المواضيع الهامة في المستشفيات تاعنا درك أو في وقتنا هي العدوى، نظرا لأثارها السيئة على المرضى وعلى الخدامين في المستشفى. والعدوى هذه كيفاه تكون؟ يعني كي يدخل جسم غريب لجسم الانسان ولا ميكروب راح يتكاثر، وبطبيعه الحال راح تصرع تفاعلات مش طبيعيه في الجسم تاعنا، وراح تؤدي هذه التفاعلات الى اعراض. الاعراض هذه كيفاه تكون؟ يعني المريض يكون عنده سخانه زايده، وتولي عنده انتاكي كاردي اللي هي تزايد ضربات القلب، ويحكم الوجع كيبول، ويتبدل لون البول تاعو. ومن أهم أسباب العدوى هذه اللي هي طول مدة العلاج بالمضادات الحيوية، وما يعقموش تاني المعدات الطبية، والإهمال من طرف الفريق الصحي، وتاني استخدام الأدوية اللي تخلي مناعة الجسم تضعف. وكاين عدة أسباب أخرى كيف قلة المعرفة والوعي الصحي عند المرضى والزوار إلى آخره. بينصير ما تكونش عندهم معرفة، ما يكونوش يعرفوا الوعي الصحي، بويسك ما همش ضمن مستخدم المستشفى وما همش قارين عليه الوعي الصحي هذا. نروح إلى الديفينيسيون. une infection nosocomiale désigne une infection associée aux soins. elle se manifeste au cours ou à des cours d'une hospitalisation. elle doit donc impérativement être absente à l'admission du patient dans l'établissement et se déclarer au minimum 48 heures après l'admission. يعني يقول لك العدوى تاع المستشفيات تكون مرتبطة مع الرعاية الصحية اللي هي لي سوان. ولا كي تكون تعالج في واحد، مثال تكون دير في بونسمون لواحد مجروح، قادر تنتقل العدوى ليك مباشرة من الجرح هذاك تاعو. ولا تاني كي نكونو نديرو في بريليفمون سانغان، يعني كي نجبدو الدم من واحد، قادر تاني تنتقل لينا العدوى. والعدوى هذه تكون اما قبل ما تدخل للمستشفى ولا بعد ما تخرج من المستشفى. بمعنى آخر راح تمرض بالعدوى إما كي تدخل السبيطار ولا كي تخرج منه. ما لا لازم يكون السبيطار نظيف من العدوى، وكي يدخل المريض لازم نتأكدوا أنه ما راهش مريض بمرض معدي به ما يدير لناش انفكسيون. وإذا كان المريض جاء ما عنده حتى مرض وما حكمته حتى ما حكمتوش ولا حكمته العدوى في السبيطار، لازم نديكلاريو به على الأقل بعد 24 ساعة من دخل السبيطار. بويس كي دخل لاباس به، ماهوش مريض، ما عندوش عدوى. إما لا لازم يداوى في السبيطار هذاك ويخرج كيما دخل بعد ماهش مريض. اسكو لانفيكسيون نوزوكوميال سي فريكون؟ دابخي اون ايتيد دو لانستيتي ناسيونال دو في سانيتير دو 2012، بخي دان باسيون سور 20 سوا 5% contracterait une infection dans l'établissement qui le prend en charge un chiffre stable depuis 2006 par an. Cela représente environ 700 000 infections. Elle serait responsable de 400 décès par an en France. قال لك على حساب الدراسات اللي دارها المعهد الوطني لمراقبة الصحة في عام 2012، لقاو ما يقارب واحد من كل 20 مريض يدخلوا المستشفى، يعني ما يعادل 5% اللي مرضوا بالعدوى في نفس السبيطار. والرقم هذا من عام 2006 وهو ثابت. كيف في فرنسا لقاو في العام الواحد 750 ألف إصابة بالعدوى. Le nombre de cas de patients infectés est variable selon le type d'établissement, c'est-à-dire les centres de lutte contre le cancer sont plus concernés. Le type de séjour en répertoire 0,8% des cas, en obstétrique contre 24,2%, en réanimation ou les gestes invasifs sont plus fréquents et les patients plus fragiles. وقال لك عدد حالات المصابين بالعدوى هادو صنفوهم على حساب المؤسسة، سيرتو المؤسسات تاع اللي داو السرطان. قلنا صنفوهم على حساب المؤسسة ونوع الإقامة. وكاين 0.8% من حالات الولادة تقابلها 24.2% من حالات الإنعاش. La durée de séjour il y a 15 fois plus de cas d'infection nosocomiale lors des séjours longs.
30 à 89 jours, comparé aux 6 jours courts, 2 à 7 jours. Le profil du patient le plus à risque de développer une infection sont les personnes de plus de 65 ans, les très jeunes et les individus atteints de pathologies sévères, les patients immunodéprimés, le VIH patient traité par chimiothérapie et les personnes opérées ou exposées à un geste invasif comme la sonde urinaire, la trachéotomie, le cathéter, etc. قلنا صنفوهم على حساب المؤسسة ونوع الإقامة ونزيدوها مدة الإقامة. يعني حالات العدوى اللي تكون عن طريق الأنف راح تتضاعف كل ما تكون مدة الإقامة في المستشفى أكبر. مثال كي تكون مدة الهوسبيتاليزاسيون طويلة حوالي 30 إلى 89 يوم مقارنة بالهوسبيتاليزاسيون القصيرة حوالي من نهارين لسبع أيام. والناس اللي يكونوا معرضين أكثر للإصابة بالعدوى هم الشيوخ الكبار، الناس الكبار اللي متقدمين في العمر اللي يكون عمرهم بين 60 و 80 عام، على خاطر المناعة تاعهم تكون ناقصة وضعيفة. وكاين المرضى اللي يعانوا من أمراض مزمنة، وتاني اللي عندهم فيروس نقص المناعة المكتسبة اللي هو الـ VIH، واللي يستعملوا تاني في العلاج الكيميائي اللي هو لا شيميوثيرابي إلى آخره. نروحو اون اوتر تيتر اللي هو كيل تيب دانفيكسيون. لي انفيكسيون نوزوكوميال لي بلو فريكونت سون لي انفيكسيون اورينير، يعني العدوى المعروفة اللي هي العدوى في الجهاز البولي. هل ريبريزونت 30% دو كا اي سون سوفون لي ا لا بوز دي سونت اورينير. هل سون سوبوندون رارمون غراف. En seconde position, on trouve les pneumonies dans 16,7% des cas. Elles sont généralement contractées suite à une intubation ou ventilation assistée. Les infections sur le jihaz boli, les poumons, une pneumonie, c'est-à-dire iltihab al-kabid. Nous avons une nisbet 16,7%. En troisième position viennent les infections du site opératoire. Elles représentent 13,5% des cas d'infection nosocomiale et surviennent au décours d'une intervention chirurgicale. واحد كي يدير عملية لو ريسك تاع لا كونتاميناسيون ولا الانفيكسيون نوزوكوميال سي نقدر نقولو 13.5%. Enfin, dans 10,1% des cas, les patients sont atteints de bactériémie, septicémie liée à l'introduction de cathéters dans la voie sanguine. Les patients peuvent également contracter des infections de la peau et des tissus mous, ou encore des voies respiratoires supérieures. Certaines infections peuvent être graves, voire entraîner le décès du patient, notamment les septicémies et les infections pulmonaires. نروحو اون اوتر تيتر اللي هو كان اجون انفكتيو اون برينسيپ اي اون كوز. تو دابور il faut savoir que lorsque l'on parle d'infection nosocomiale, cela implique que la source de contamination est bien souvent le patient lui-même et non l'environnement hospitalier ou son personnel. Le soignant n'est que le vecteur de la transmission. En effet, les germes provenant du patient lui-même peuvent être transportés sur le site infectieux par l'intermédiaire du personnel ou de dispositifs médicaux. يعني قال لك اولا وقبل كل شيء كي نهضروا على العدوى تاع المستشفيات هذه تاع السبيطارات، يعني انه المصدر تاعها في كثير من الاحيان هو المريض نفسه وخاطي المستشفى ولا الموظفين تاعو. مثال يكون المستشفى في أمان الله، نظيف معقم كل شيء ماشي في رحمة ربي، يجيك واحد عنده عدوى كما في وقتنا تاع الكورونا. هذه هي اللي خربطت المستشفيات، خربطت الحالة. قلنا في بعض الأحيان يكون المريض هو المصدر تاع العدوى خاطي المستشفى ولا الموظفين تاعو. وكي نقولوا موظفين معناه الطبيب والممرض ومساعد الممرض الجراح إلى آخره. وفي الواقع الجراثيم اللي تكون في المريض ممكن أن تنتقل
المستشفى كامل عن طريق العمال. بار اكزومبل واحد انفيرمي راح داوى الشخص هذاك المريض، راح تنتقل العدوى للانفيرمي هذاك، من الانفيرمي هذاك اللي زانفيرمي اصحابه هذوك، وهكذا تنتقل. ولا ثاني في الأجهزة الطبية والمعدات الطبية، كيف سكانر يدخل في سكانر داخل واحد مريض، كي يخرج من بعد يزيد يجي الآخر يدخل في السكانر، اوتوماتيكمون راح يتكون طامينة، راح تنتقل له العدوى، راح يصرى له ترانسميسيون دو لانفيكسيون، وهكذا. قالك كاين 3 باكتيري سون ا لوريجين دو بلي دو لا مواتي دي انفيكسيون نوزوكوميال، يعني كاين 3 انواع من البكتيريا تمثل اكثر من نص حالات العدوى في الوسط الاستشفائي. كاين ليشيريشيا كولي دون 26% دي كا، ال في دوردينير دون لانتستان دو شاك اتر هيومان. ليشيريشيا كولي هذه تلقاها قالك بنسبة 26%، وكي تنتقل للإنسان تدخل الجسم تاعو وتستقر ولا تستوطن في الأمعاء. كاين النوع الثاني اللي هو الاستافيلوكوك دون 16% دي كا، سيت باكتيري اي ابيتيوالمون ريبريزونت او نيفو دو لا ميكوز نازال دو لا غورج اي دو لا بيريني دو 15 à 30% دي زانديفيدي. الاستافيلوكوك هادو قالك نلقاهم بنسبة 16%، ونلقاوها تعيش ولا تستوطن في الغشاء المخاطي تاع الانف تاعنا وفي الحلق اللي هو لاغورج بصفة خاصة، وبصفة عامة تستوطن داخل جسم الإنسان بنسبة 30%. كاين النوع الثالث اللي هو لو بسودومونا دون 8.4% دي كا، سات باكتيري اي بريزونت دون لي سول هي افيكسيون بارتيكولييرمون لي ميليو هوميد لي روبيني لي تويتوري اتسيتيرا. يعني قالك نلقاوها لو بسودومونا هذه بنسبة 8.4%، وتكون تعيش في التراب وتأثر بشكل خاص على الأرض الرطبة، كما في اللي دالدوسال، كما في اللي روبيني، كما في اللي تيو تاع الغاز في الدار إلى آخره. Dans tous les autres cas, les bactéries en cause sont diverses. La clostridium, la cynetobacter, ou etc. Les virus, les champignons ou parasites ne sont impliqués que dans respectivement 0.4%, 3.7% et 0.2% des cas d'infection nosocomiale. وقال كاين في حالات اخرى تكون البكتيريا ذات صله متنوعه كيف الكلوستريديوم والاسيناتوباكتر الى اخره. وكاين الفيروسات تشكل بنسبه 0.4% والطفيليات بنسبه 3.7% والفطريات نلقاوها بنسبه 0.2%. À savoir parmi les bactéries souvent mises en cause dans les infections nosocomiales, plusieurs présentant des résistances aux antibiotiques, par exemple 38% des infections à staphylocoque, sont des souches résistantes à l'antibiotique utilisé d'ordinaire pour les traiter. Les résistances obligent souvent à changer d'antibiotique lors du traitement et retardent la guérison. Par ailleurs, bien qu'exceptionnelles les souches, résistance à toutes les antibiotiques existent. قالك من بين البكتيريا في عدوى المستشفيات اللي عن طريق الانف، لا بليبار منها عنده مقاومة كونتر المضادات الحيوية اللي هما لي زونتيبيوتيك. مثال 38% من حالات الإصابة بالاستافيلوكوك اللي هما المكورات العنقودية، ومادام داروا المقاومة هذه يعني هنا تتطلب تغيير في المضادات الحيوية كي تكون في فترة العلاج. نروح لو تريتمون تاع لي انفيكسيون نوزوكوميال. لو تريتمون دي انفيكسيون نوزوكوميال اي فاريابل سولون لا باكتيري بريزونت اي لي سيمبتوم كيل بروفوك. لا بريز ان شارج ميديكال فاري دان باسيون ا ان اوتر. لو تريتمون امبلواي اي اون انتيبيوثيرابي سوا ان سول انتيبيوتيك سوا بليزيور. قالك العلاج تاع العدوى هذه يختلف على حساب نوع البكتيريا الموجوده والاعراض اللي تسببها، والعلاج المستعمل في هذه الحالة هو عبارة عن مجرد علاج بالمضادات الحيوية، ويكون على حساب الوصفة تاع الطبيب، قادر يمدلك مضاد حيوي واحد وقادر يمدلك مضادات حيوية.
على حساب المرض تاعك ولي سيمبتوم. لا بريفونسيون قالك كيفاه نحميو رواحنا كمستخدمي الصحة ونحميو المرضى ونحميو الزوار. Les infections nosocomiales représentent un problème de santé publique majeur. يعني مشكل عويص متقدم pour tous les établissements de soins. Ils sont depuis de nombreuses années dotés de comités de lutte contre les infections nosocomiales, intégrés dans les commissions médicales d'établissement. Le rôle de ce comité est d'améliorer les conditions d'hygiène et de prévention en s'appuyant sur les données de surveillance ainsi que sur les progrès médicaux guidés par les recommandations nationales. Ils sont chargés de mettre au point des actions ciblées sur les particularités de leur établissement et de leurs patients. La directive sont ensuite relayées dans les services par les équipes opérationnelles d'hygiène. Leur rôle est de faire appliquer les protocoles de soins avant, pendant et après chaque geste invasif ou chirurgical. قالك العدوى هذه هي قضية رئيسية في مجال الصحة وعندها سنين داروا لجنة لمراقبة العدوى والدور تاعها انها تحسن الظروف الصحية والوقائية لمستخدمي الصحة. Ainsi, les soignants, les patients et les visiteurs sont soumis à des mesures d'hygiène et d'asepsie dictées par l'établissement. وهكا يكونوا مستخدمي الصحة والمرضى واللي جايين زيارة خاضعين لتدابير النظافة الصحية والوقائية في المؤسسة الاستشفائية. Compte tenu du fait que la transmission des germes à l'hôpital soit essentiellement faite par les mains du personnel soignant, celles-ci doivent donc être lavées avant et après chaque soin. En effet, l'utilisation des solutions hydroalcooliques depuis l'année 2000 a permis de limiter la transmission des agents infectieux via les mains. قالك بما انه نقل الجراثيم في المستشفى بين مستخدمي الصحة يكون عن طريق اليد، على هذيك لازم تغسل يدك قبل أي جست تديرها وبعد كل معالجة. وفي الواقع أنه أحسن حاجة باه نتخلصوا من الجراثيم هذه نستخدموا لي سوليسيون هيدروالكوليك اللي هما المحاليل الكحولية ولا لونتيسيبتيك اسمه مطهر كحولي ولا معقم اللي كانوا يستخدموها من عام 2000. Par ailleurs, la peau du patient doit être désinfectée avant tout geste invasif. Le matériel utilisé doit également être parfaitement désinfecté et ou stérilisé en suivant strictement les protocoles de l'hôpital. قالك لازم تكون البشرة تاع المريض معقمة قبل أي جست ميديكال راح تديرو معاه. مثال راح تدير له إين انجيكسيون اللي هي الحقنة، لازم تعقم له البلاصة اللي راح تدير فيها الحقنة بمحلول كحولي ولا بالالكول باه نيفيتيو العدوى. والماتريال اللي نخدمو به لازم يكون معقم قبل ما نبداو نستعملوه مع المريض، وبعد ما نستخدموه نزيد نعقموه ونخليوه.